ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. هنبدا ان شاء الله اليوم في الموضوع الجد، بدايه من الاميون ريسبونس اللي هي السيل ميديت اميونيتي. بعد ما نخلص السيل ميديت اميونيتي هنتكلم على الهيومن اميونيتي والانتي بودي برودكشن والكومبلمنت. فارجوكم تركزوا معي لانه ده الاساس. لو ما ندخل كلينيكال، اذا استوعبتوا البيزك ذا الكلينيكال حيكون في منتهى السهوله ان شاء الله. اتمنى تفاعلوا اليوم، اعتقد معنا مش عارف 11 او 12 اكسرسايز، لانه موضوع مهم جدا، موضوع السيل ميديت اميونيتي وفيه خلاف كبير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في الموضوع اليوم ان شاء الله هنعرف الديفينيشن للسيل ميديت اميونيتي. ايش السيل ميديت اميونيتي؟ هنعرف الستبس للسيل ميديت اميونيتي خطوه خطوه، كيف تقاتل الخلايا خطوه خطوه. الامر الاخر حنعرف حاجه اكيد سمعتوا عنها اسمها سوبر انتيجين، وبعدين حنعمل تقييم للوضع بالكامل ان شاء الله. طيب الديفينيشن للسيل ميديت اميونيتي هي مقدرة the ability of to recognize infected cell and destroy them or localize بين قوسين inflammation mediated by T cells، سواء كانت T cytotoxic T cell أو T helper 1. إذا ببساطة السيل ميديت اميونيتي هي إنه معرفة الإميون سيستم أو معرفة الخلايا أنها تتعرف على الخلية المصابة، وعندما تتعرف على هذه الخلية المصابة يا تعمل لها تدمير بالتي سايتوتوكسيك تي سيل، يا تعمل لوكالايزد اور انفلاميشن بالتي هيلبر 1. ده هو السيل ميديت اميونيتي. كالاتي، هذه الان قدامكم خليه. الخليه دي اذا صابت بفيروس مش هو انتراسيلر، اذا لابد الخليه دي كلها يحصل لها ديستراكشن. وزي ما اتفقنا زمان انه ما فيش سلطه للاميون سيستم على ما يحدث داخل الخلايا، فيحصل لها ديسترويد، سواء كانت فيروس او تيومر او فانجل او حتى كان يحصل ريجكشن للتيشو، كلها حتتم لو حصل انه تشينج في هذه الخليه واللي بيطلع عليها قبل شويه انفكتد. او النقطه الاخرى انه في خليه وفي اورجانيزم نسميه فاكولتاتيف. ايش معنى فاكولتاتيف؟ يعيش خارج الخليه يعيش داخل الخليه. مثال التي بي ده له ابروتش وسكه، انه في النهايه الاميون سيستم ما يقدرش يعمل له ديستراكشن، فيروح يعمل له لوكاليزيشن، ومع اللوكاليزيشن ده يحصل الانفلاميشن. اذا نخرج من هذا الديفينيشن حتى تكون الامور واضحه بالنسبه لكم، انه عباره عن الاميون سيستم بيتعرف على الانفكتد سيل ويا يعمل لها ديسترويد يا يعمل لها لوكاليزيشن. كويس؟ طيب السيل ميديت اميونيتي لها تو فانكشنز. الفانكشن الاولى انه بواسطه تي سايتوتوكسيك تي سيل، هذه التي سايتوتوكسيك تي سيل تعمل كيلينج، وسميناها ام اتش سي كلاس 1 ريستريكتد، لا تعمل كيلينج الا اذا ظهر الفورن ايبيتوب على الام اتش سي كلاس 1، حتيجي التي سايتوتوكسيك تي سيل وتعمل كيلينج. النقطه الثانيه او الفانكشن الثانيه انه عبر تي هيلبر 1 والتي هيلبر 1 دي تعمل اكتيفيشن للماكروفيج، والماكروفيج في النهايه هنعرف البروسيس كلها حتعمل تيشو دامج. دول التو مين فانكشنز للسيل ميديت اميونيتي. طيب الان اول اكسرسايز عشان نتاكد الامور ان شاء الله مستوعبينها. اول اكسرسايز انه في دايجرام هو مرسوم، انتم حتعملوا له او حترسموه بالضبط حترسموه. فيتفضلوا لو سمحتوا المفروض الكل عمل هذا ولا ما عملوش؟ انه انتيجين بريزنتنج سيل مع سي دي 4 والام اس سي كلاس 2، وهنا التارجت سيل او الانفكتد سيل تعمل اكسبريشن على الام اس سي كلاس 1، وهنا تي سي ريسبتور والخليه سي دي 8. صح ولا في غلط؟ ها اخوي صح ولا غلط؟ طيب في نقطة ثانية مهمة جدا.
الآن ركزوا معي، النقطة الأساس دي مفتاح المحاضرة حق اليوم. الأنتيجين بريزنتينج سيل، الأنتيجين بريزنتينج سيل لو أصيبت بفيروس، يعني حصل لها انفكتد باي فيروس، هتعمل اكسبريشن للفراجمنت على ام اس سي كلاس 1 ولا ام اس سي كلاس 2؟ كلاس 1، لأنها هنا انفكتد ما عملتش فاجوسايتوز، هي حصل لها انفكتد. فدي نقطة في منتهى الأهمية، إنه لو حصل انفكتد للأنتيجين بريزنتينج سيل هتعمل اكسبريشن على ام اس سي كلاس 1. طيب تعالوا الآن للستبس أوف سيل ميديت إيمينيتي خطوة خطوة، ركزوا معي لو سمحتوا. احنا اتفقنا انه في تو ابروتش، انه في انفكتد سيل سواء كان بفيروس بتيومر بفنجل وات ايفر، دي لها ابروتش، انه اصيبت بفيروس وحيحصل لها اكسبريشن على ام اس سي كلاس 1، لها طريقه في القتل. والامر الثاني لو كان حاجه فاكولتاتيف انتراسيلولر، يعني اورجانيزم يعيش داخل او خارج، زي حكايه التي دي، ده حيكون له طريقه في التعامل معه. فاذا معنا تو واي، يا طريق انه خليه انصابت انفكتد انتراسيلولر، يا خليه انصابت بفاكولتاتيف انتراسيلولر اورجانيزم سواء كانت داخل او خارج. فحنشوف الطريقتين ايش اللي حيحصل. تعالوا نشوف اول واحده اللي هي الانفكتد سيل سواء كانت بالفيروس او التيومر. النقطه الاساسيه والاوتكم الاساسي انه حيحصل لها كيلينج بالتي سايتوتوكسيك تي سيل. كيف حيحصل كيلينج بالتي سايتوتوكسيك تي سيل؟ تعالوا نشوفها. لابد الخليه تتحول اللي هي التي سايتوتوكسيك تي سيل اللي نسميها نايف الى افكتور. اي خليه تي سايتوتوكسيك تي سيل هي نايف او نسميها فيرجن. طيب يسالونا سؤال، هل النايف ماتيور سيل ولا ما هيش ماتيور سيل؟ ماتيور اكيد 100%، لكنها لسه ما دخلتش المعركه. فالان كيف تتحول، هي ماتيور بس كيف تتحول من خليه نايف الى خليه افكتور؟ بالطرق التاليه، انه يحصل لها اكتيفيشن، انه يحصل لها بروليفريشن، انه يحصل لها ديفرنشيشن، وبالتالي تروح تمارس القتل وتصبح افكتور سيل. تعالوا نشوف الخطوات دي كيف حتحصل. عشان تتحول التي سايتوكسيك تي سيل من خليه نايف الى خليه افكتور، لابد اول حاجه يحصل انتيجين بريزنتيشن، وبعدين يحصل اكتيفيشن اند بروليفريشن، وبعدين يحصل ديفرنشيشن اللي هي قضيه الافكتور، وبعدين اخر حاجه تمارس الكيلينج او القتل. طيب تعالوا نشوف كيف حيحصل انتيجين بريزنتيشن. اتفقنا انه اي خليه انتيجين بريزنتينج سيل اذا تعرضت انفكتد باي فيروس هتروح تعرض الفراجمنتس حق الفيروس ده، مش هيحصل له ريبليكيشن وهيحصل له ترانسكريبشن وهيحصل له ترانسليشن، وبعدين هيتكون بيبتايد، وقلنا هتمر في البروتوسومز وهيأكت از كتر، هيقطعها الى فراجمنت. الفراجمنتس دي كل فراجمنتس هتتحمل على ام اس سي كلاس 1 وهيحصل لها اكسبريشن على السيرفيس حقها. دي اول نقطه لابد نستوعبها تماما، وذاك نسميها هنا الباثوي اندوجينس، لانه الانتيجين بريزنتنج سيل حصل لها انفكتد. النقطة الثانية المهمة في نفس الوقت تتم، خلايانا لما تتعرض للفيروس، صح بعض الفيروس وهي داخلة تصيب الانتيجين بريزنتنج سيل، يعني تعمل انفكتد لها، وكمان تصيب الاورجنز اللي الخلايا حقنا. فلما تصيب الاورجنز حقنا، هذا مثلا الفيروس الان دخل، فيحصل الريبليكيشن وزي ما قلنا نفس الترانسكريبشن وترانسليشن، وبعدين يجي البروتوسومز يحصل يعمل كت بياكت از كتر، بعدين يطلع على ام اس سي كلاس 1. فبالتالي كل خلايانا تعمل اكسبريشن للفراجمنت على ام اس سي كلاس 1، بس احنا ما نقدرش نقول انه انتيجين بريزنتيشن، لان احنا اتفقنا ما فيش معنى انتيجين بريزنتيشن الا ثلاث خلايا اللي هم براف بي سيل، دندريتك سيل، ماكروفيج. فاحنا نجي نقول عمليه نسميه انتيجين شو، انها هي تعمل شو للانتيجين على السيرفيس حقها. ودي نقطه في منتهى الاهميه، على اساس نفس الحقيقه اللي نقولها دائما، انه الاميون سيستم مالوش سلطه على ما يحدث داخل الخلايا، سلطته انه لابد يعرض الانتيجين على ام اس سي كلاس 1. فهنا الخلايا دي تعمل شو انها مصابه بالانتيجين وتعرض على الام اس سي كلاس 1. إذا النقطة اللي لازم نستوعبها من البداية، إن الخطوتين يتموا في نفس الوقت. ليش؟ لأنه فيروس ده دخل بكميات كبيرة، جزء منه أصاب الأنتيجين بريزنتينج سيل، فالأنتيجين بريزنتينج سيل عملت له اكسبريشن بروسيسنج واكسبريشن على ام اس سي كلاس
1. خلايانا التي أصيبت كمان عملت له شو على الانسيكلاز؟ جميل. 1. هذه ما نسميه بالانتيجين بريزنتيشن والانتيجين شو. الأمر الآخر كيف حيحصل اكتيفيشن وبروليفريشن؟ الانتيجين بريزنتينج سيل دي اللي انصابت بالفيروس وعرضت الفراجمنت حتى الفيروس على الام سي كلاس 1 حتغادر يحصل لها ترافل الى الليمف نود. في الليمف نود حتقابل التي سايتوتوكسيك تي سيل. مش اتفقنا زمان ان الام سي كلاس 1 في معنى ديفرنت تايب اوف جروف؟ نفس الوضع. مش اتفقنا ايضا باي دي ان اي ري اراجمنت انه معنا كمان التي سيل ريسبتورز ديفرنت تايب اوف تي سيل ريسبتورز؟ فحتيجي خلية مناسبة للفراجمنتس أو الإيبيتوب اللي حصل لها اكسبريشن، وحيحصل اكتيفيشن بتو سيجنالز بإشارتين. الإشارة الأولى كالآتي، إنه لابد، مش احنا اتفقنا إنه الأنتيجين بريزنتينج سيل عملت اكسبريشن على MHC كلاس 1، فلابد التيسر ريسبترز مع السي دي 8 يرتبطوا. تتذكروا زمان قلنا انه الـ MHC كلاس 1 هو عباره عن الفا تشين، الفا 1 الفا 2 الفا 3 ومعه كمان بيتا 2 ماكروجلوبين، ومش قلنا زمان ان الفا 3 كونستانت. السي دي 8 تتاكد انه ده الـ MHC كلاس حقي، حق الجسم اللي انا مسؤول عليه. فبالتالي اول سيجنال اللي نسميها ريكوجنيشن انه الـ MHC كلاس 1 على الانتيجين بريزنتنج سيل يرتبط بالتي سيل ريسبتورز للتي سايتوتوكسيك تي سيل، والسي دي 8 يتاكد بارتباطه بالالفا 3 انه ده المولوكيول حقي. هذه نسميها الفيرست سيجنال. السكند سيجنال الانتيجين بريزنتنج سيل عليها تعمل اكسبريشن لبروتين اسمه بي 7. هذا البي 7 يرتبط ببروتين على التي سايتوتوكسيك تي سيل نسميه سي دي 28، وكمان السي دي 40 يحصل له اكسبريشن من الانتيجين بريزنتنج سيل ويرتبط مع السي دي 40 ليجنز على التي سايتوتوكسيك تي سيل اللي هي سي دي 8. هنا هذا الارتباط يعمل اكتيفيشن ويعمل بروليفريشن، وبالتالي تكثر التي سايتوتوكسيك تي سيل. ولاحظوا دي كلها بتتم فين؟ في الليمف نود، ويحصل انلارجد في الليمف نود. بعدها بعد خلاص الان اصبحت الخلايا سينستايز، سينستايد سبيسيفيك للانتيجين اللي حصل له اكسبريشن على ام اس سي كلاس 1. فتصبح الخليه الان نسميها افكتور، نسميها سينستايد، وكمان معها حصل ديفرنشيشن معها ميموري سيل. فيما لو دخل نفس الفيروس مره اخرى الميموري سيل دي جاهزه على طول حتعمل عمليه اتاك له مباشره. طيب الان اللي في الليمف نود التي سايتوتوكسيك تي سيل حيحصل لهم يدخل السيركوليشن، ومن السيركوليشن حيروح يغادروا الى مكان الانفكشن. لما يغادروا الى الانفكشن حيوصلوا مش احنا اتفقنا ان خلايانا عرضت الفراجمنت على ام سي كلاس 1. الان غادرت الخلايا كلها حتوصل الى اي خليه مصابه وعارضه الفراجمنت على ام سي كلاس 1 وحتبدا يحصل لها بايندينج. فهذه الافكتور سيل حتعمل كيلينج، وزي ما قلنا حيحصل كيلينج بطريقه الابوبتوزس. فيحصل الاتي، يحصل انه اول ما تغادر كل خليه خلاص افكتور تدور اي خليه مصابه عارضه الفراجمنت على الام سي كلاس 1. هنا النقطه الغايه في الاهميه وهي قضيه فيصليه، انه الكيلينج بس بوان سيجنال. شايفين كم كان الاكتيفيشن بكم؟ تو سيجنال برايمري وسكندري. هنا الكيلينج فقط بارتباط الفيرست بايندينج. زي ما انتم شايفين هنا انه التي سايتوتوكسيك تي سيل حترتبط باي خليه عليها ام سي كلاس 1 وحتطلع زي ما قلنا البورفرين وتطلع جرانزايم. البورفرين يعمل بور في الخليه، الجرانزايم يدخل داخل الخليه يعمل اكتيفيشن لعمليه الابوبتوزس ويحصل كيلينج للخليه كلها. دي بطريقه ما نسميه بالكيلينج باي البيرفورين اند جرانزايم. وتروح الخليه دي يحصل لها دي اتاتش وتشوف اي خليه مصابه ويحصل لها برضه كيلينج. دي الانيميشنز تشوفوها مره ثانيه زي ما انتم شايفين. شايفين هذه الانتيجي بريزنتنج سيل ودي التي سايتوتوكسيك تي سيل اصبحت افكتور. دي طلعت الانتيجين على ام سي كلاس 1، ارتبط التي سيل ريسبتور مع الام سي كلاس 1 ودي سي دي 8. فتطلع الفرين وزي ما قلنا بيعمل از بول
ويطلع الجرانزايمز داخله ويعمل اكتيفيشن للكاسبيزس ويحصل ابوبتوزس وتموت الخليه بكل محتوياتها. طيب دي طريقه. طريقه ثانيه في القتل نسميها عبر الفاز والفاز ليجن. ايش معنى فاز؟ الفاز هو اختصار كلمه الفاكتور ابوبتوتيك سيجنالز. نفس الوضع، الخليه دي الانتيجين اللي هي مصابه بالفيروس تعمل اكسبريشن للفاز، والخليه تي سات توكسيك تي سيل تعمل اكسبريشن للفاز ليجن فتعمل اكتيفيشن لكل الانزيم الكاسبيزس ويحصل ابوبتوزس. اذا يا كيلينج بالبرفورين جرانزايمز يا كيلينج بالفاز والفاز ليجنز. طيب هل ممكن يكون لو حصل بور في الخليه يحصل كيلينج بالازماتيك؟ بس ايهما افضل تخيلوا؟ ايهما افضل، يحصل كيلينج بالازماتيك ولا يحصل كيلينج بالبرفورين جرانزايم؟ ها ليش حياتي ليش؟ برافو عليك. شوفوا الفكره، الازماتيك ممكن يحصل كيلينج بس ما هوش مفضل، لانه ممكن يكون فيروس حصل له كومبليت وكل ما حصل رابشر بالازماتيك الفيروس ده يخرج يسيب خلايا اخرى، لكن عمليه الابوبتوتيك حتعمل ديستركشن لكل محتويات الخليه. طيب سؤال لي، هل الاجسام المضاده لها دور في السلم ديث اميونيتي؟ ايش رايكم؟ ها؟ لا، هل لها دور؟ طيب اكيد لها دور، لها دور مهم جدا. طيب ركزوا معي، مش لما يحصل ريبليكيشن في الخليه وتنتمي بالفيروس يحصل لها رابشر وتطلع كميات كبيره من الفيروس، وجود الانتي بودي في الاكسترا سيلر سبيس هيعمل نيترلايزيشن ما يخليش الفيروس يصيب ابرسل، فهو وجودها في الاكسترا سيلر سبيس غايه في الاهميه. زي ما انتم شايفين هذه الهوست وهذا الفيروس دخل، الفيروس ده المفروض يصيب الهوست، لكن وجود الانتي بوديز يعمل له اتاتشمنت ويعمل نيترلايزيشن وما يخليش الفيروس ده يصيب الخلايا اللي هي سليمه. طيب لو حصل ري اكسبوجر تو ذا سيم انتيجين هيحصل زي ما قلنا كيلينج، وهنا الميموري سيل اللي هتعمل كيلينج اللي هي زي ما قلنا سي دي 8 او تي سايتوتوكسيك تي سيل. طيب الاكسرسايز الثاني كومبير يا شباب، النقطة مهمة دائما في أي كومبير، لو ما تسمعوا سؤال كومبير اعملوا كومبير، مش تيجي تترصوا عرص، اعملوا كومبير ما دام في نايف وفي افكتور. ايش الوضع في النايف وايش الوضع في الافكتور؟ سهل الموضوع، احنا مش قلنا ان النايف اساسا فور اكتيفيشن وهنا ذا فور كيلينج؟ لما تصبح افكتور ايش يكون حق الفانكشن حقها؟ كيلينج. عبد العزيز معي صح؟ عبد العزيز ماشي تمام. طيب اكيد هنا سلو لانه حتمر بمرحله الانتيجين بريزنتيشن وبعدين اكتيفيشن وبعدين بروليفريشن، فبالتاكيد البروسيس سلو، لكن بالنسبه للافكتور خلاص جاهز على طول تروح ترتبط وتعمل كيلينج فهي فاست. الامر الاخر هنا عاوزه تو سيجنال عشان يحصل لها الفيرست سيجنال والسكند سيجنال، وهناك فقط عاوزه وان سيجنال. ها من اللي حلها؟ حليتها؟ طيب مش في النايف تتعامل مع انتيجين بريزنتنج سيل عشان يحصل الاكتيفيشن، هنا لا، حتتعامل مع الانفكتد سيل صح ولا لا؟ معي ولا مش معي؟ تمام. طيب الان خلصنا الطريق الاول شباب، خلاص خلصنا الطريق الاول في لو ما يحصل انفكتد سيل كيف نتعامل معها. تعالوا نشوف الطريق الثاني كيف لو ما يكون الاورجانيزم فاكلتاتيف، وناخذ مثال اللي هو التي بي اللي المفروض اخذتوه. نفس الوضع، في خليه نايف وحتصبح افكتور،
عشان تتحول من نايف الى افكتور عاوزه انتيجين برزنتيشن وعاوزه اكتيفيشن وبروليفريشن وبعدين جرينوما فورميشن. انتيجين برزنتنج سيل هتجي لها تي هيلبر زي ما قلنا نايف اللي هي زيرو، لسه ما حددتش اتجاهها، هل هتروح تي هيلبر 1 ولا تي هيلبر 2؟ لو راحت تي هيلبر 2 مش هتعمل هتعمل اكتيفيشن للبي سيل، والبي سيل هيروح يطلع هيتحول الى بلازما سيل وتطلع انتي بوديز. لو راحت الى تي هيلبر 1 مش هتعمل اكتيفيشن للماكروفاج وبالتالي هيحصل تيشو دامج. طيب ايش اللي هيحدد مسار الخليه انها تروح تي هيلبر 1 ولا تي هيلبر 2؟ على برافو عليكم. اكوردنج سايتوكاينز، لو كان انت لوكين 4 هيكون مسيرها مسيره تي هيلبر 2، لو كان انت لوكين 12 هيكون مسارها تي هيلبر 1. جميل، عشان بس تستوعب الموضوع اكثر، هذه خليه ارتبطت بالنايف تي سيل، ارتبطت بالانتيجين بريزنتنج سيل، الجينز كلها موجوده داخل الخليه تي النايف تي سيل، كل السيتوكاينز. فشوفوا لو كان الانترلوكين 4 حصل له بروديوسنج وحصل له افكتنج على السيل دي، ايش اللي هيحصل؟ الانترلوكين 4 حيروح يعمل سويتش اوف للسيتوكاينز اللي هي الجاما انترفيرون والتيومر نيكروتيك فاكتورز، خلاص مش هيحصل لهم بروديوسنج، وبالتالي هتتحول الخليه الى تي هيلبر 1، اي اسف الى تي هيلبر 2، وبالتالي حتعمل برودكشن للسيتوكاينز 4 و5 و6 و10، وما فيش لا جاما انترفيرون ولا تيومر نيكروتيك فاكتورز. طيب لو كان الانترلوكين 12، نبدا من جديد، انترلوكين 12، الانترلوكين 12 حيعطي سيجنال للخليه انه يعمل سويتش اوف للجين الريسبونسبل فور برودكشن السيتوكاينز 4 و5، طبعا اكيد معهم 6 و10. وبعدها حتكون الخليه كالاتي، انها خليه عندها القدره انها تطلع تيومر نيكروتيك فاكتور وجاما انترفيرون ونسميها تي هيلبر 1. واضح الفكره دي؟ طيب هي انا جبتها قبل شويه بدون رسومات وسكتوا، دحين مع رسومات تكلمتوا. طيب عادي، الخليه النايف هي خليه زي ما قلنا فيرجن، كل الجينز موجوده فيها، ايش اللي يحدد مسارها انها تروح تي هيلبر 1 ولا تي هيلبر 2؟ اكوردنج سايتوكاينز، لو حصل برودكشن للانترلوكين 4 هذا حيعمل افكتنج للنايف سيل انها تعمل سويتش اوف للتيومر نيكروتيك فاكتور والجاما انترفيرون، فبالتالي لو ما يحصل برودكشن تتحول الخليه دي تتحول الى تي هيلبر 2، وبالتالي ما فيش معها السيتوكاينز اللي هو تيومر نيكروتيك فاكتور والجاما انترفيرون. لو السيتوكاينز اللي هو انترلوكين 12، الانترلوكين 12 حيروح للنايف سيل وحيعمل سويتش اوف للانترلوكين 4 و5 و6 و10، فبالتالي دول مش موجودين. لو ما يحصل لها تتحول الى تي هيلبر 1 حتكون قادره انها تطلع فقط تيومر نيكروتيك فاكتور والجاما انترفيرون. واضح؟ تمام. دي نفس الوضع مره ثانيه عشان ناكد، النايف تي سيل قادره تعمل الجين متاح لكل السيتوكاينز. شارع الصوت هنا. طيب اذا كانت التي هيلبر 1 حتعمل برودكشن للسيتوكاينز المهمه جدا، انترلوكين 2، جاما انترفيرون والتيومر نيكروتيك فاكتورز. اذا معها طبعا ميموري سيل، اذا كانت التي انترلوكين 4 حتكون قادره انها تعمل برودكشن للسيتوكاينز 4 انترلوكين 4 و5 و6 و10، وبالتالي نسميها تي هيلبر 2. واضح؟ قولوا اي حاجه. ايوه تمام. كمان في نقطة في منتهى الأهمية، الخلية لو كانت تي هيلبر 1 مش معاها جاما انترفيرون؟ قولوا أي حاجة. الجاما انترفيرون يعمل انهبيشن على طول للتي هيلبر 2 خلاص نهائيا، يخلي كل المسار تي هيلبر 1. مش كمان اتفقنا انه الانترلوكين 10 موجود في التي هيلبر 2؟ لو طلعت التي هيلبر 2 مش هتطلع انترلوكين 10، الانترلوكين 10 هيعمل انهبيشن للتي هيلبر 1 واصل، هيكون المسار كله مسار تي هيلبر 2. برافو عليكم. طيب تعالوا الان نشوف الفاكلتاتيف اللي هو التي بي خطوه خطوه. كويس حيبان اليوم وضعكم اليوم حيبان. الان اصيب واحد بالتي بي، قولوا حلو. هذا شطار فيها. اصيب بالتي بي
الماكروفاج مش هتعمل انجالفمنت للتي بي، انجالفمنت يعني زي الفاجوسايتوزيس. لكن التي بي زي ما درستوه عباره عن مايكوليك اسيد، فما تقدرش الماكروفاج انها تعملها انجالفمنت. تحاول تعمل له انجالفمنت ما تقدرش. فبعدين عاوز حد يساعدها، فتروح تطلع انت اللوكين 12 عشان حد يساعدها، تروح تعمل ديستراكشن للاسيد فاست باسيلاي. وبالتالي لما تعمل ديستراكشن للاسيد فاست باسيلاي هتبدا تعمل اكسبريشن على ام اس سي كلاس 2. لا هنا كويس، قول اي حاجه. طيب خلوني خطوه خطوه عشان بس نستوعبها كويس. الانترلوكين 12 اللي من ضمن المهام حقه، الانترلوكين 12 حيروح للناتشورال كيلر سيل. حتقول للناتشورال كيلر سيل ايش اللي جابك؟ بعثتني الماكروفاج وتقول لك انه بتقول انه التهمت اسيد فاست باسيلاي او توبركل باسيلاي وما قدرتش تعمل لها اي حاجه، فرسلتني تعمل لها حل. فالناتشورال كيلر سيل يروح معه قدره انه يطلع جاما انترفيرون بكميه بسيطه، فيروح يطلع الجاما انترفيرون. فشوفوا الطريقه كيف حتمشي. هذه الماكروفاج ما قدرتش تعمل ديستراكشن للتوبركل باسيلاي، حتروح تطلع انترلوكين 12. الانترلوكين 12 حيروح للناتشورال كيلر سيل، الناتشورال كيلر سيل حتاخذ الرساله وحتطلع شويه جاما انترفيرون. الجاما انترفيرون اهم فانكشن له انه يعمل اكتيفيشن للماكروفاج. فالماكروفاج جالها سايتوكاينز يعمل لها اكتيفيشن، هذا الاكتيفيشن اللي جالها يخليها تقدر انها تعمل فراجمنت للتوبركل باسيلاي، وبالتالي تعمله بريزنت بروسيسنج وبريزنتنج وتعرضه على ام سي كلاس هيتو طبعا، لانه احنا مش قلنا حصل له انجالفمنت، فحتعمل له اكسبريشن، تعمل له بروسيسنج وتعمل له بريزنتيشن وتطلع على ام سي كلاس 2. هذا عملته فريجمنتيشن وطلعته على الام سي كلاس 2، واصبح الان سكته سكه الاكسوجينس بروتينز اللي حصل له اكسبريشن على الام سي كلاس 2. كيف حيحصل اكتيفيشن وبروليفريشن؟ الانتيجي بريزنتنج سيل دي حتروح للليمف نود ومعها عارضه الام سي الفراجمنتس دي حق التوبركل باسيلاي على الام سي كلاس 2. مش في الليمف نود حتحصل عدد مهول من التي سيل، لين تجي التي سيل اللي لها سبيسيفيك ريسبتورز. طبعا اكيد هنا لانه اكسوجينس فحيكون معاها تي هيلبر، تي هيلبر. طيب حيحصل ليش 1؟ مش قبل شويه قلنا انت لوكين 12 انت كل 12، فحيكون اكيد تي هيلبر 1. اذا الانتيجي بريزنتنج سيل حتتعامل مع التي هيلبر 1 اللي هو سبيسيفيك للفراجمنت اللي حصل لها اكسبريشن، وبالتالي زي ما قلنا هتحصل سبيسيفيك ريسبتور اللي يرتبط مع هذه الفراجمنت، ويبدا يحصل ما نسميه بالبروليفريشن بتو سيجنلز. السيجنال الاول اللي هو البايندينج، الام اتش سي كلاس 2 ارتبط مع السي دي 4 عادها نايف، مش قلنا انه جالها انترلوكين 12؟ الانترلوكين 12 حيعمل سويتش اوف للسايتوكاينز 4 و5 و6 و10، فحيكون السايتوكاينز المتاحه ايشهم؟ جاما انترفيرون وتيومر نكريتك فاكتورز. السكند سيجنال زي ما قلنا بي 7 من الانتيجي بريزنتنج سيل حتترتبط مع السي دي 28 والسي دي 40 مع السي دي 40 ليجنز. هنا حيحصل ما نسميه بالاكتيفيشن، بالاضافه الى انها مش بتطلع كمان انترلوكين 2، فالانترلوكين 2 يعمل اوتو اكتيفيشن، فحتكون الخلايا كلها تي هيلبر 1، حتكون كل الخلايا تي هيلبر 1، وحيحصل اللارجد في الليمف نود لانه حصل اكسبانشن للتي هيلبر 1. التي هيلبر 1 دي اللي حصل لها اكسبانشن خلاص اصبحت سنسيتايزد من للتي بي للتوبركل باسيلاي. كيف حيحصل جاينوما فورميشن؟ انه دي حتغادر من الليمف نود وتروح للسيركوليشن، ومن السيركوليشن تروح الى مكان الاصابه. ركزوا معي هنا في حاجه مهمه، حتروح الى مكان الاصابه. لما توصل الى مكان الاصابه هذه الان وصلت البكتيريا وقد في توبركل باسيلاي، جاءت التي هيلبر سيل وارتبطت مع التوبركل باسيلاي اللي في التشو. قولوا حلو تمام. الان مش التي هيلبر 1 بتطلع انترلوكين 2، الانترلوكين 2 حيعمل بروليفريشن للتي سيل اوتو اكتيفيشن، فالتي سيل حتحوط بالاسيد فاست باسيلاي.
الكامل بالاسيد فاس باسيلاي وتبدا مش بتطلع تي هيلبر 1 بتطلع تيومر ريفريتك فاكتور وبتطلع جاما انترفيرون. مش اتفقنا زمان في الفاجوسايتوزس انه بتعمل شرينكينج للاندوثيليال سيل فكل الخلايا توصل الى مكان السايت اوف انفكشن فهيحصل ريليزنج اكتيفيشن للاندوثيليال سيل وهتيجي كل الخلايا الى موقع الحدث. من اللي حيدعي الماكروفاج الان تجي الجاما انترفيرون عنده قدره انه يعمل امرين يعمل اتراكشن ويعمل اكتيفيشن فحتيجي الماكروفاج من كل المايكرو سيركوليشن المحاطه بالتوبركل وحتوصل الى تغطي منطقه التي سيل وتكون اريا فوق التي سيل. طبعا تحاول تعمل لانه حصل اكتيفيشن بالجاما انترفيرون فالخليه دي من كثر ما حصلها اكتيفيشن بالجاما انترفيرون تتحول الى خليه ايبيثلويد سيل. الايبيثلويد سيل دي خليه كبيره تصبح من كثر الاكتيفيشن كمان بالجاما انترفيرون تندمج ايبيثلويد سيل مع ايبيثلويد سيل فيحصل حاجه نسميها جاينت سيل اور مالتي نيوكليتد جاينت سيل. النقطه المهمه الان اللي المفروض نركز عليها احنا مش اتفقنا الجاما انترفيرون يعمل اكتيفيشن للماكروفاج مش الماكروفاج هتعمل كيلينج وطريقه من الكيلينج بالاكسيديتيف ميثودز مش هتطلع كل الفري راديكلز والنيتريك اوكسايدز. تتذكروا زمان في الفاجوسايتوزس قلنا انه حكمه الله انه عمل فاجوسوم يتقاتلوا داخل الفاجوسوم عشان ما يحصلش تيشو دامج. لكن هنا نتيجه لانه في جاما انترفيرون فحتطلع كميه كبيره من الفري راديكال ومن النيتريك اوكسايدز. هذه الكميه اللي هي من الفري راديكال ومن النيتريك اوكسايدز حتخرج الى التيشو وتعمل ما نسميها بالتيشو دامج واحدى الاسباب للتايب 4 هايبر سنسيتيفيتي. اذا واضح كيف حيحصل التيشو دامج انه احدى الاسباب له بالاضافه الى السيتوكاينز انه في معايا انكريز في الاكسجين فري راديكالز انكريز في النيتريك اوكسايدز. ولو ملاحظين في الصوره على فكره شايفين الاسهم الى خارج ما هوش الى داخل. ما معناها الى خارج انه حيحصل ديستراكشن للخلايا المجاوره وبالتالي احدى الاسباب للكازيشن مش يحصل في الجرانيوما كازيشن احدى الاسباب لان الجاما انترفيرون عمل اكتيفيشن للاكسجين فري راديكلز وعمل اكتيفيشن او انكريز البرودكشن للنيتريك اوكسايدز فحصل ما نسميها بالتيشو دامج وحصل للكازيشن. كمان الابيثلويد سيل كمان هي كمان تروح تعمل اتراكشن برضو للليمفوسايتس. فتخيلوا قد في معنا تو لير تيجي كمان ليمفوسايتس فوقهم بالاضافه زي ما قلنا انه حصل الفري راديكلز دي والنيتريك اوكسايدز فتكون ما نسميه بالكازييشن وحصل ما نسميه بالجرانيلوما. اخر حاجه في الجرانيلوما انه البليتلتس او الابيثلويد سيل او حتى التي سيل تعمل ريليزنج لحاجه بنسميها البليتلتس درايفد جروث فاكتورز دي تروح تحول الفايبروسايت الى فايبروبلاست وتطلع كولاجين فتتكون جرانيلوما بشكل نهائي. طيب ايش فائده الجرانيلوما دي؟ لوكاليزيشن للانفكشن ودي مناعه على اعلى مستوى يعني ما قدرش تعمل كيلينج للاورجانيزم لكن عملت لوكاليزيشن للانفكشن. بس المشكله الاتي اللي فيها لو تخيلوا في التشو حصلت جرانيلوما هي الاف الجرانيلوما في اللنج اذا حتصبح وظيفه اللنج انتهت. فبالتالي صحيح هي لوكاليزيشن لكن مع اللوكاليزيشن ده لو ما يحصل بكميه كبيره في التشو حيحصل ما نسميها بالتشو دامج. الان السؤال ده بس السؤال ده حنناقشه على الهواء لانه نفس السؤال الاول. كومبير بين النايف اند الافكتور تي سيل. الان تي هيلبر مش تي سايتوتوكسيك تي سيل. الاكسرسايز اللي قبله كان للتي سايتوتوكسيك تي سيل هنا للافكتور. فتفضلوا لو سمحتوا واحدة حتيجي من هنا معلومة ومعلومة من هنا فتفضلوا فراغ يا قارئة الفنجان أول واحدة تفضلوا تمام هذيك سلو وهذيك فاست لحظة النايف حيتعامل مع من؟ مع نايف تي هيلبر سيل الوقت بس دامي. طيب هي مش الان النايف فور اكتيفيشن وهنا عشان تعمل برودكشن سايتوكاينز لوجيك
الان دي سلو والثانيه الثالثه مش عاوزه تو سيجنلز، وهنا فقط السيجنال الوحيده اللي ترتبط، مش قلنا انها حتلتصق مع التوبركل باسيلاي وحتعمل برودكشن للسايتوكاينز. هنا حتتعامل مع انتيجين بريزنتنج سيل، وهنا حتتعامل انه حتطلع يا تي هيلبر 1 يا تي هيلبر 2، لكن احنا معانا بالنسبه لنا هنا تي هيلبر 1. طيب هذا الان الاكسرسايز الثاني، لو تفضل يا محمد بالله. خليكم معي. جابة السؤال الرابع أكيد، بس قبلها أكيد حيحصل أنتيجين برزنتيشن، وحتكون الأنتيجين برزنتيشن سيل حتصاب، حيحصل لها انفكتد وتعرض الفراجمنت حتى الفيروسس على الـ MHC كلاس 1، وبعدين حتروح للليمف نود وحيحصل نسميها اكتيفيشن بتو سيجنالز، وبعدين حتصبح افكتور سل، وبعدين حتعمل كيلينج بالطريقه ذي اللي قلناها، انه تجي الافكتور سل حتلتصق بالام اتش سي كلاس 1 وتطلع بيرفورين وتطلع جرانزايم او فاز الفاز ليجنز. برافو. طيب الاكسرسايز الثاني هذه طبعا بالفاز والفاز ليجنز كيف يحصل كيلينج، لكن طبعا في اكيد افكتور سل اصبحت لابد من انها تحول من نايف الى افكتور سل. طيب الخامس ده حق البروسيلا، البروسيلا خدتوها في البكتيريا اكيد حتكون نفس الوضع اللي قلناه، تي هيلبر 1 وحتطلع اكيد جاما انترفيرون وحيحصل اكتيفيشن للماكروفيج وحتطلع خلاص، حتخلي كل الانكريز في الفري راديكلز وانكريز في النايتريك اوكسايدز، حتعمل دامج وفي النهايه حيحصل ما نسميه بال جايلوما فورميشنز. طيب السادس لو سمحتوا، السادس ضروري اوزعه لكم. طيب خلوكم معي لو سمحتوا، ده في غايه في الاهميه الاكسرسايز ده، شوفوا ايش اللي حيحصل. خلاص اكيد اكيد ما فيش ماكروفيج اكتيفيشن، واضح اكيد مش هيحصل جايلوما، اكيد ما فيش لوكاليزيشن للانفكشن، هيحدث هذا الديزيز الليبروماتس ليبروسي. لذلك شوفوا سبحان الله كيف لو اخطا الميون سيستم ايش الكارثه الكبيره اللي حتحدث، هيحصل ديسيمينيتد، ودي اللي هو الليبروسي او الليبري مايكوبكتيريوم ليبري هو من الفاكلتاتيف انترا سيلر اورجانيزم، فهيحصل ليبروماتس ليبروسي. احنا نجي نقول انه حصل رونج ديسيجن، للاسف اختارت التي هيلبر 2، فلو ما اختارت التي هيلبر 2 لا تكون ماكروفيج اكتيفيشن ولا حصل جايلوما، وبالتالي ما فيش اي لوكاليزيشن للانفكشن، وحصل سبريدنج للاورجانيزم ونتج عنه الليبروماتس ليبروسي. طيب جيف ريزم، خلاص شباب بسرعه بس هعمل كونكلوجن سريعه. الموضوع فيري سمبل، ما معنى سلميديت ايمينيتي؟ انه كيف يتعامل الاميون سيستم لو اصيبت الخلايا انتراسيلولر اور فاكلتاتيف انتراسيلولر. في معنى طريقه قلنا، الطريقه الاولى لو كانت اوبليجيت انتراسيلولر الخلايا حيحصل امرين، انه الفيروس ده حيصيب الانتيجين بريزنتنج سيل وبالتالي حيعرض الفراجمنت على ام اتش سي كلاس 1 واحد، الامر الثاني انه خلايانا اللي حتنصاب برضه حتعمل شوينج للبيبتايد على الام سي كلاس 1،
وقلنا انه الانتيجن بريزنتنج سيل اللي عملت اكسبريشن للفراجمنت على ام سي كلاس 1 هتجيها تي سايتوتوكسيك تي سيل وهيحصل لها اكتيفيشن بتو سيجنالز. تكلموا معي. السيجنال الاولى انه ترتبط التي سيل الريسبتورز مع الام سي كلاس 1. السيجنال الثاني انه سي دي بي 7 مع سي دي 28 وسي دي 40 مع السي دي 40 ليجنز. خلاص هيعمل اكتيفيشن للتي سايتوتوكسيك تي سيل دي على طول هتخرج تروح للسيركوليشن وتروح الى مكان الانفكشن. واي خليه اي خليه عليها ام اتش سي كلاس 1 وعليه فورين بروتين هترتبط معاه هتروح تعمل كيلينج بطريقتين يا تطلع بيرفورين وجرانزايمز وتعمل ابوبتوزس يا فاز وفاز ليجز تعمل ابوبتوزس. هذا طريق اللي هو اوبليجيت انترا سيلولر. الطريق الثاني اللي قلنا عليه فاكلتاتيف انترا سيلولر انه مثاله زي ما قلنا التي بي الماكروفاج تحاول تقتل التي بي ما تقدرش تروح تطلع انترلوكين 12 يس الانترلوكين 12 حيروح للناتشورال كيلر سيل. لو ما يروح للناتشورال كيلر سيل حيطلع جاما انترفيرون حيعمل لها اكتيفيشن حتعمل بروسيسنج وتطلع على ام سي كلاس 2. حتيجي تي هيلبر سيل طبعا حتكون تي هيلبر 1 لانه طلع انترلوكين 12 حيحصل لها اكتيفيشن وبروليفريشن وبعدين حتطلع 3 سايتوكاينز انترلوكين 2 تيومر نيكروتيك فاكتور جاما انترفيرون. الجاما انترفيرون حيعمل اكتيفيشن لل ماكروفاج حتتكون في النهايه جرانيلوما وحيحصل في النهايه تيشو دامج. وقلنا احدى الاسباب التيشو دامج امرين انه الجاما انترفيرون اللي عمل اكتيفيشن للماكروفاج طلع كميه كبيره من الفري راديكال وطلع كمان نيتروك اوكسايدز دول حيخرجوا الى خارج الخليه فحيحملوا كازيشن بالاضافه الى السيتوكاينز وفي النهايه حيتكون جرانيلوما. اللي عاد عنده مشكلة بعد المحاضرة إن شاء الله بنص ساعة في المكتب أي واحد ما حصل شيء مش فاهم أي نقطة حشرح له بالتفصيل إن شاء الله. طيب تعالوا نشوف للجيف ريزونز. أول واحد اللي هو فكلتها في انترا سيلولر بكتيريا tend to cause chronic infection. ليش؟ تفضل. يعني في شتات اللون تفضل لانه اساسا هي ريزيست للديجريوليشن ما يحصل لهاش ديجريوليشن انسايد الفاجوسيتيك سيل فبالتالي تظل كرونيك بشكل مستمر. طيب الامر الثاني الام سي كلاس 1 ايش تسمع من هنا ليش الام سي كلاس 1 موجود في اول نيوكليتيد سيل لو سمحتوا تفضلوا جاوبوا ليش كل النيوكليتيد سيل عليها ام اتش سي كلاس 1 يلا جاوبوا سهل يس ليش ليش طيب تمام ايوه ايش صحيح امر سمبل لانه ما فيش سلطه للاميون سيستم على داخل الخلايا فبالتالي لابد يعرض ام اتش سي كلاس 1 وعليه اي فورين فراجمنتس وبالتالي تتعامل معها تي سيل توكسيك تي سيل فده امر لوجيك انه دي نعمه من الله عز وجل انه الام سي كلاس 1 على النيوكليتيد سيل عشان الاميون سيستم يتعامل معها عبر انه تحصل لها اكسبريشن عمليه سي على الام سي كلاس 1 زي ما قلنا انه على الام سي كلاس 1 وتجي تي سيل توكسيك تي سيل. ايوه هذا السؤال موجود كان معكم ايش يحدث لو الار بي سي از انفكتد باي الفيروس لايسس لايسس تفضلوا تفضل اخي برافو عليك ما في اي فيروس يصيب ليش؟ لانه لو حصل انه اصابها يصبح فيروس غبي مع مرتبه الشرف ما فيش حاجه فيها في السل ما فيش نيوكليس خالص فكيف يصيبها؟ فبالتالي اطلاقا مش حتنصاب. طيب اخر حاجه سوبر انتيجينز. في انتيجين لو ما يدخل الى جسمنا يعمل ماسف تي سيل اكتيفيشن ماسف ايش يعني ماسف؟ بعدد كبير للتي سيل اكتيفيشن. الكلاسيكال انتيجين اللي يتكلم عليه ذا باستمرار كل الكلاسيكال انتيجين كل الانتيجينات الطبيعيه تعمل اساسا من كل 10,000 خليه تعمل اكتيفيشن لخليه واحده والخليه الواحده دي هي اللي تطلع سايتوكاينز.
اذا اعيد الكلاسيكال انتيجين اللي نتكلم عليه باستمرار ان من كل 10000 خليه يحصل اكتيفيشن لخليه واحده، فبالتالي تطلع كميه سايتوكاينز معقوله صح؟ تمام. في السوبر انتيجين من كل 5 خلايا يحصل اكتيفيشن لخليه واحده. شوفوا كيف وذلك ليش قلنا ماسف اكتيفيشن للتي سيل، فبالتالي حيطلع كميه كبيره من السايتوكاينز. الكلاسيكال انتيجين اتفقنا عليه كلنا انه يحصل انجالفمنت للانتيجين ويحصل له بروسيسنج ويحصل له ارتباط مع الام سي كلاس 2 ويحصل له اكسبريشن على السيرفيس، وتيجي تي هيلبر سيل ترتبط بسبيسيفيك تي سيل ريسبتورز صح؟ قولوا صح. تمام، تكلمنا عليه ذا. طيب تعالوا شوفوا السوبر انتيجين، ما فيش بروسيسنج، ما فيش انجالفمنت خالص. يجي السوبر انتيجين من خارج يروح يرتبط بالام اتش سي كلاس 2 وبالبيتا تشين حق التي سيل ريسبتورز، هذا الارتباط اللي هو اوتسايد يعمل ماسف اكتيفيشن للتي سيل فتطلع كميه كبيره من السيتوكاينز. اذا ايش الفكره حق السوبر انتيجين؟ ما يحصلوش بروسيسنج، ما يحصلوش فريجمنتيشن، يجي من خارج الخلايا فيربط خليتين مع بعض، يربط الام اتش سي كلاس 2 مع التي سيل ريسبتور بس في منطقه بيتا، فهذا الارتباط يعمل ماسيف اكتيفيشن للتي سيل ريسبتورز. تخيلوا من كل 5 خلايا يحصل خليه يحصل لها اكتيفيشن، فكميه السيتوكاينز حتكون كميه مهوله. هذه كميه السيتوكاينز هي اللي تعمل يحصل فيبر ويحصل دياريا ويحصل دروبينج في البلاد بريشر ويحصل شوك. وانتم اخذتوا ديزيز اسمه توكسيك شوك سندروم كوزد باي، هو كوزد باي ستافيلوكوكس، لكن ليش؟ لانها تعمل برودكشن لسوبر انتيجين، السوبر انتيجين هو اللي يعمل شوك سندروم او توكسيك شوك سندروم. شوفوا هي طبعا كان زمان نظرتنا لما نتكلم على توكسيك شوك سندروم كان نقول هذا ديزيز الغرب، ما هوش ديزيز احنا الشرقيين خالص. ليش؟ لانه تعرفوا احنا ديننا دين نظافه يعني اساسا، فكان هناك المرأة في الغرب لو ما تجيها مثلا الدورة الشهرية تستخدم تامبونز وتمارس حياتها عادي، ما فيش عندهم نظافة. فتخيلوا لو حصل، مش الدم محجوز الآن، لو حصل أورجانيزم كونتامينيشن للبلد حيحصل مالتبليكيشن للبكتيريا. لو كان حبها سيء والستافيلوكوكس أوريس دي طلع سوبر أنتيجين اللي نسميه توكسيك شوك سندروم توكسين، حيعمل نفس حيرتبط حيروح بياكت از سوبر انتيجين، حيعمل ماسيف اكتيفيشن اوف تي سيل، حتطلع كميه مهوله من السيتوكاينز. السيتوكاينز دي في اخرتها حتعمل دروبينج في البلاد بريشر ويحصل شوك وتموت المراه. فكان دي نظرتنا له. بعدين احنا الشرطيين اكتشفنا انه معانا فيرجن اخر من التوكسيك شوك سندروم. على فكره تحصل، كان زمان تحصل بالهبل، واحد عنده ابنديسايتس عادي بسيط، راح المستشفى عمل عمليه، اليوم الثاني قال الله يرحمه مات. واحنا المشكله بفترتنا احنا خلاص قضاء وقدر وما حد يسال، قضاء وقدر ومات. لكم ان تتصوروا لو اثناء الاوبريشن استخدم الدكتور سيرجيكال انسترومنتس كونتامينيتد بستافيلوكوكس اوريس وكان حظ المريض ذا سيء من النوع اللي تطلع توكسيك شوك سندروم توكسين ويعمل سويتشرنج عشان ياخذ البكتيريا تاخذ راحتها تماما، فالبكتيريا دي حتروح يحصل لها مالتبليكيشن وتطلع التوكسين، وايش؟ ماسف، حيحصل اكتيفيشن في جنرالايزد، فهيحصل بالنسبه له دروبينج في البلاد بريشر ويموت وانتهى الموضوع. ولذلك نجي نقول انه ليس فقط في التامبونز اللي تستخدمه النساء، لكن لو في اي كونتامينيشن لاي سيرجيكال انسترومنتس ممكن تحصل التوكسيك شوك سندروم. طيب الان كومبير بتوين الكلاسيكال اند السوبر انتيجينز. ايوه اكيد عشان نعمل كومبيرنج بين الكلاسيكال انتيجين والسوبر انتيجين البرزنتيشن باي الام اتش سي كلاس مولكيول، ايش اللي هيحصل في الكلاسيكال؟ اكيد اسينشال ضروري
لكن هناك ما هوش خالص مش هيحصل خالص. الأمر الآخر الـ processing inside the antigen presenting cell هيحصل في الكلاسيكال؟ أكيد هيحصل ومش هيحصل في السوبر أنتيجين. الـ binding to T cell receptors أكيد هيحصل ومش هيحصل، أكيد هيكون between الألفا والبيتا، بينما هناك هيكون فقط في البيتا chain outside البيتا chain. السبيسيفيكيشن للتي سيل ريسبتور اكيد فيري سبيسيفيك، مش اتفقنا كل تي سيل ريسبتور مع سبيسيفيك ريسبتور هيلتصق بالانتيجين اللي معروض على ام اتش سي كلاس 2؟ هنا اكيد في السوبر انتيجين ما فيش. الريزلت حيكون في بينيفيشال زي ما قلنا، خليه من كل 10000 خليه هيحصل اكتيفيشن فحتطلع السيتوكاينز المناسب، بينما هنا حيكون توكسيك. ليش توكسيك؟ لانه في لارج اماونت اوف سيتوكاينز دي هتعمل توكسيك، وواحدة الديزيز اللي قلنا عليهم اللي هي توكسيك شيك سندروم. اكيد الميموري سيل هنا في ميموري سيل وما فيش اكزامبل، اكيد الموست انتيجين في الكلاسيكال انتيجين وهنا بالنسبه للستاف اوريس. الجيف ريزونز ليش وجود الام اس كلاس 2 انتيجين بريزنتنج سيل فقط؟ تفضل. ها على فكره مرتبط بالاول. ليش؟ انت عارف لو كان الانتيجين بريزنتنج سيل موجود في كل الخلايا اكيد مش هتيجي تي هيلبرسل هترتبط وهتطلع كمان ست سايتوكاينز، فهيحصل كميه السايتوكاينز كميه كبيره، فلذلك محدده فقط سبيسيفيك انتيجين بريزنتنج سيل حتى تكون الاماونت اوف برودكشن اوف سايتوكاينز اللي هي الكافيه. طيب اخر الاكسرسايز اللي هو قلنا البريدكشن، طبعا هي بس هذا اذا انتم فاهمين ايش اللي حيحصل لو انه شخص اصيب بسوبر انتيجين وتبعه كلاسيكال انتيجين، حيحصل استهلاك للاميون سيستم كله، وبالتالي الكلاسيكال انتيجين يعمل الانفكشن حقه بالراحه، ودي احدى التكنيكس للاورجانيزم كيف يتغلب على الاميون سيستم. هنا السوبر انتيجين حيكون لارج اماونت اميون ريسبونس حيستهلك، هنا الاوردينري حيكون اميون ريسبونس، وواحد الخطط من الانتيجين انه يحصل برودكشن للسوبر انتيجين يستهلك الاميون سيستم يدخل الاوردينري انتيجين ويعمل الانفكشن. طيب خلاص اخر شيء يلا جاهزين. حبدا من الطلاب والطالبات. النتيجه 2-1 انتبهوا. السؤال لكم برفع الايدي لا تنسوا بعد قدرسينا من العيد. Which of the following immune cells are most effective at destroying intracellular pathogens? T helper cell, T cells, antibodies, T cytotoxic T cell. اه برافو حامين الجماعه اليوم. سؤال لكم. Which of the following immune cells are most effective as localize the infection in the facultative organism? T helper 2. Oh, T cytotoxic T cell. T helper 1. Oh, جميل. Naive T helper cell. إذا T helper 1 صحيح في facultative organism. A lipromine test is negative in Lepromatous leprosy due to absence of cell mediated immunity. ها شباب. Absence of T helper 1. The main cell in this case are T helper 2. ها الله مدوقين. T helper 2 produce interleukin 10 اللي يعمل suppress للسيل مديت immunity. طبعا كلهم للأسف الشديد يعني كلهم. خلاص خسروا السؤال الثالث. فراغ. Are able to bind and kill infected cell and tumor cells that suppress MHC class 1 production. Cytotoxic T cell. B lymphocytes. Natural killer cell. صحيح. الدندرتك سيل اكيد الناتشرال كيلر سيل. طيب انتم الفراغ حقكم increasing the production of toxic oxygen radicals and nitric oxides and hydrolytic lysozyme enzymes. These are all benefits for the activation of فراغ by T helper cell. Macrophage. Natural killer cell. T helper 2. T cytotoxic T cell اكيد الماكروفاج. The function of CD3 that present in all T cell
a primary signal between T cell receptor and the MHC class 1. Transmission signal from T cell receptors to inside cells. Activation between antigen presenting cell and T helper cell. Activation between B cell and T helper cells. صحيح يعمل هو transmission signal صحيح. طيب CD28 CD28 molecule is present in all T cell. It binds to P7. ضروري for T cell activation. Primary يعطي primary signals. الثلاثة هو present in T cells زي ما قلنا بس هو ما يعملش primary هو secondary signals. طيب ثمانية naive T helper cells converted into T helper 1 cells by interleukin 4, interleukin 5, interleukin 12. Yes. Interleukin 10. أكيد interleukin 12. السؤال قبل الأخير super antigens are bind outer portion of T helper cells and the antigen presenting cell. Outer. هذا ما أقول لكم outer. Inside specific MHC class 2 antigen on antigen presenting cell. Antigen presenting cell and T helper 1. Antigen presenting cell and T cytotoxic T cell. أكيد اللي قلنا يرتبط خارج T cell مع antigen presenting cell. آخر سؤال. Super antigens produced by cell infected by virus. يحصل له processing by antigen presenting cell. Produced by Staphylococcus aureus in toxic shock syndrome. صحيح. Bind specifically to T helper cell receptors. لا أكيد. شكرا جزيلا لكم وأشوفكم وأسف للدكتورة أعتذر للدكتورة. شكرا جزيلا.